السلام عليكم، مازالين فلوق افلان. هذا نهار جديد. هذا النهار فطرت غير في الدار حيت ما فقتش بكري، يعني حتى لشي 11 هكاك. كان عندي دي بيسكوي في الدار هكا وفطرت بيهم، ومن بعد فحنا خرجنا بطبيعه الحال كيف ديما نتساراو في المدينه. يا صراحه مديت افران راه صغيره، زعما ماشي شي كبيره، يعني تقدر غير نهار ولا يومين كافي انك باش تسارى المدينه كامله. خرجنا ونشوفوا دابا مع كاين الثلج، صراحه المنظر ديال المدينه زوين، واخا تخرج كل نهار ما كتملش منه. كانت شميشة وكان الجو زوين، كانوا الناس خارجين هاد النهار. ومن بعد فاش وصلت الوقيته ديال الغداء فاحنا مشينا تغدينا. بحال درنا غدا وعشاء حيت ما تغديناش بكري اصلا، تغدينا تقريبا حتى لشي 5:30 هكاك، يعني غدا واحد غدا وعشاء مره واحده. عندهم في إفران دجاج مشوي بزاف، بين الاكلات اللي كتباع بزاف عندهم الدجاج المشوي، وهذا البلاط شاورما. وابخي خرجنا مع الليل تسارينا، تقديت واحد البانطوفات حتى غنوريهم لكم في هذا الفيديو، ورجعنا للدار. هذا هو النهار ديالنا. هادو هما البانطوفات اللي تقديت كما كتشوفوا معايا، بانطوفات للدار، وحده ديالي وحده ديال الزوج ديالي. ومن بعد بطبيعه الحال درت واحد تيزان باش نجلس نتفرج. هادي بالماندارين، لو تي نواغ ومعاه الماندارين، في لوغو د الماندارين. وهاد الاخرى فيها الكرويه واكليل الجبل، يعني الازير والنعناع. كيعجبوني صراحه مع الليل، رولاكسونط ومزيانين.